السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم راه من سوق القريعة وفيديو راه كان زوين. السوق كان عامر وتحية عائلة قناة العصر اللي كتصر عليها واللي كتفرج فيها. وما تنساوش لايك للفيديو. تحية للإخوان اللي معنا وشكرا لكم بزاف. مرحبا أبوني. الله يحفظك أخي بارك الله فيك. تعرض يوسف مرحبا أخي ومعنا الأخ تاهو. تعرض يوسف مرحبا لكم. الله يحفظك أخي بارك الله فيك. السلام عليكم أخي. واش من سلالة عندكم اليوم؟ سلالة المالينو. عندكم سلالة المالينو وليدات؟ وما هادو أخي؟ هادي الأم ديالهم هادي. وهادو هما الوليدات اللي باغيين تبيعهم. شحال تحمل؟ 1500. 1500 نصاوبهم. ياك شحال عندهم السن؟ شحال عندهم السن؟ عندو شهر وثلاث أيام. عندو شهر وثلاث أيام والنمرة ديالكم؟ عاود بجد الله يحفظك. ما تسمعش دبر اخرى 0 6 36 94 68 18 ما نجيو في الكره نجاو تذكر 1500 با ما هذا هو با 1500 با مو با با مو با كو ديال كالوشا هادي ما في ما في شحال عندها يا سي ما في المال منين عندك عاد لك شي واحد منين شحال عندها السنيه شحال عندها عندها عامين تبارك الله اللهم بارك الله يحفظك اخي شكرا لكم السلام عليكم اخي واش من سلاله عندكم يا خويا المارينو شحال عنده السن عنده 8 شهور 8 شهور كارني دفاكس ياك والثمن 3000 درهم جيوا جيلا تكر كارني دفاكس 3000 درهم عنده شحال قلت لي عام ولكن والدي عندهم البيديغري والدي بيديغري انت داير لي كارني دفاكس هانتوما كتشوفوا السلعه فالاطاك شد البيسه شي حاجه هانتوما كتشوفوا تبارك الله عليك اخي الله يحفظك عطينا الرقم ديالك 23 40 69 96 هذا هو الرقم ديال الاخ اللي عجبته السلعه يتصل به مباشره في الواتساب وراه فيه حتى الواتساب هذا الرقم ديال الاخ الله يحفظك اخي هاي باش مسؤول عليه هنايا عندنا خويا الصطاف هذا الصطاف امريكان الصطاف امريكان شحال عندهم؟ عندهم شهورين كورة نتاوي مخلطين كاينين كورة ومشاوي باقا شي حاجة في الدار باقا شي حاجة في الدار شحال الثمن؟ 900 درهم 900 درهم والرقم ديالك؟ 06 ايوه 41 63 23 33 المهم هذا هو الرقم ديال الأخ اللي عجبته شي حاجة يتواصل معاه مباشرة وراه عنده سطاف أمريكا عندهم شهرين؟ عندهم شهرين أيوه فطومين ياك فطومين فطومين شهرين الله يحفظك يا أخي بارك الله فيك كاين حتى جوج بياسات راه تاهما سطاف امريكا الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك منين نوليك اخي الله يحفظك السلام عليكم اخي واش من سلاله عندك هنايا لابرادور والدالماسيان هاتشوف شوف الدالماسيان شحال عنده 8 شهور ذكر لا نتوما الثمن باغي فيها 900 درهم وهاد لابرادور لابرادور خويا عنده 9 شهور 9 شهور الثمن باغي فيه 1000 درهم كارنيت فاكسان كارنيت فاكسان هي راه عنده كارنيت فاكسان قلنا النمره ديالك 06 70 25 36 المهم الرقم عندك في الواتساب راه فيه حتى الواتساب ولا اتصل مباشره وهذو هما الكلاب ديالو هانتوما كتشوفوا وهما الاخوه ديالنا تحيه لهم من هذا المنبر الله يحفظكم الشباب عندك لابرادور وعنده الدالماسيان كارني دفاكسا والرقم راه في الفيديو شكرا لك يا اخي بارك الله فيك الله يحفظك السلام عليكم اخي وعندكم اليوم سلاله المالينوا انتوا ذكر تكير شحال عنده في السن؟ 14 شهر 11 شهر والثمن 3000 درهم اغريسيف اغريسيف في القباحه حرش نشوف وباقي معاك ماما ضعقاء تبارك الله ما شاء الله والنمره ديالك 06 02 ايوه 85 46 56 هذا هو الرقم ديال الاخ في الواتساب راه فيه الواتساب وفيه الرقم اتصال مباشره المهم اللي عجباتو هذا المالينو شحال ثمنه 3000 درهم هانتوما كتشوفوا اللي عجباتو هذه السلعه يتصل بالاخ مباشره الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك شكرا لك الله يحفظك السلام عليكم اخي واش من سلاله عندك اليوم؟
المالينوا شحال دايره في السن؟ 2500 شحال عندها في السن؟ عنده دابا شي شهرين و 28 يوم 2500 درهم كارنيت فاكسين. كارنيت فاكسين والرقم ديالك؟ 21 41 23 79 في الواتساب. راه في الواتساب واللي بغات السلعه تتصل بي مباشره. راه كارنيت فاكسين 2500 درهم عنده شي شهرين ونص تقريبا. الله يحفظك اخي بارك الله فيك. الله يحفظك تحيه لي. وهنا سولة المالين واش عندها في السن اخي؟ المالين شحال عندها في السن؟ تكير تكير شحال عندها؟ شهرين؟ لا شهر ونص. شهر ونص والثمن ديالو؟ نقول 1300 درهم. 1300 درهم اخر ثمن. والرقم ديالك؟ 06 45 45 22 59 75 75 في الواتساب؟ في الواتساب في كل شيء. في الواتساب في كل شيء اللي بغى يتصل مباشره ولا عن طريق الواتساب. وهي السلعه قدامكم مالين و زغبه حمراء. زغبه حمراء الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك. الله يحفظك. وكاينين حتى الجوج هنايا ذكوره نتاوي. الذكوره الذكوره برا ناسين راه تا هما مع ديك الكليب ديال الشبابه ديال المالين والصغار. الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك. السلام عليكم اخي. واش من سوله اللي عندكم اليوم هنايا؟ عندي اخويا الصطاف وعندي البيرجي. الصطاف والبيرجي بيرجي كاري. وشحال الثمن ديال البيرجي؟ 2500 درهم. والسن ديالو؟ عام سن... 21 عام قال واحد على عام 25 يوم على عام باقي ما كملش العام. كارنيت فاكسان. الله يحفظك. وهنايا؟ هذا الشيء اللي كاين هنايا اش كاين؟ هذا الولاعة. اش من سؤال قلتي لي؟ ستاف امريكا. هذا جاي تولع به. والرقم ديالك اخي؟ 052 اللي عجبو هاد البيرجي كاري يتصل بالاخ كارنيت فاكسان ياك؟ تبارك الله عليك يا اخي. هادشي ما كنتش مرسل لي عن قية تبارك الله. الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك. الله يحفظك الله يسهل امرك. السلام عليكم اخي. طب واش من سلاله عندكم اليوم؟ كاين اخويا المالينو وكاين الهايسكي. كاين المالينو والهاسكي وعندو البيرجي مهجن من الهاسكي. البيرجي مهجن من الهاسكي. ها تشوفوا عوينات شحال الله كيدايرين. هذا مهجن بين الهاسكي والبيرجي. وهذا راه بيرجي مالينو. هذا عفوا شحال عنده في السن؟ هذا 8 شهور. 8 شهور. وهذا البيرجي عنده شهرين 15 يوم. شهرين 15 يوم. وهذا كارنيت فاكسان. كارنيت فاكسان كاين. والهي اش عندك هنا؟ هذاك هايسكي. الهاسكي شحال عنده في السن؟ هذاك معمول ديال الهايسكي سيبيريا وهايسكي مالاموس. هاسكي مالاموس و سيبيريا ميلونج. التهجين ديالهم ميلونج. التهجين ديالهم. ها وتكير حتى هو ياك. الثمن ديالو؟ هذا كنقول به 1500. 1500 وهنايا قلتي لي؟ هذا كنقول به 2000 درهم. شحال عنده في السن؟ عنده 8 شهور. 8 شهور وهنايا؟ هذا عنده شهرين 15 يوم. شهرين 15 يوم. 1000 درهم فيه. بارك الله فيك. والرقم ديالك؟ الرقم ديالي 26 55 53 50. المهم اللي عجبتو السلعه يتواصل مع الاخ مباشره. الله يحفظك اخي بارك الله فيك. انتم كتشوفوا السلعه. المالينوا وشيالو مهجن مع واحد السلاله اخرى. وهنا كاين بيرجي مهجن مع الهاسكي. انتم شوفوا عوينات سبحان الله كبيرين. سبحان الله. الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك. شكرا لك. الله يحفظك. السلام عليكم اخي. وكيداير الاجواء في السوق؟ السوق طايح. السوق ما محرك ما والو. وبالنسبه للسلاله اللي عندكم اليوم؟ سلاله المالينوا. هيا المالينوا شاربونيك يا اخي. وش ذكر نتوا؟ نتوا شحال عندها في السن؟ عندها 3 شهور 20 يوم. كارنيت فاكسان. كارنيت فاكسان. هانتوما كتشوفوا السلعه ديال الاخ راه يخلي لنا الرقم. والرقم ديالك اخي؟ 07 شحال 07؟ 07 07 07 07 12 اللي بغى هاد السلعه يتصل بالاخ مباشره في الواتساب. راه فات الواتساب وانتوما كتشوفوا السلعه وتواصلوا مع الاخ. راه السلعه زوينه. الثمن ديالها شحال؟ 250 الف فرانك. 50 الف ريال. تحياتي لك اخويا. الله يحفظك. شكرا لك بارك الله فيك. وواحد الهاسكي هنايا ذكر ولا نتوا؟ نتوا نتوا. نتوا شحال عنده في السن؟ عنده عام. عنده عام. كارنيت فاكسان؟ كاين كارنيت فاكسان. والثمن؟ 1000 درهم. الرقم ديالك اخي؟ 06 اييه 74 اييه 33 48 03. هذا هو الرقم ديال الاخ في الواتساب.
كاين الواتساب، كاين الواتساب والاتصال مباشرة، وهو شيالو هاسكي الثمن ديالو 1000 درهم، وراه الرقم في الفيديو اللي عجبتو شي حاجة نتوا هاسكي اللي عجبتو اللي عجبتو شي حاجة تواصل مع الأخ مباشرة راه نتيوا. الله يحفظك يا أخي بارك الله فيك. وهنا سلالة الهاسكي يا أخي شحال عنده في السن تكر نتوا؟ نتيوا شحال عنده في السن؟ عامين. عامين والثمن ديالها؟ 900 درهم. 900 درهم كارنيت فاكسين؟ ما عنديش. ما عندهاش كارنيت فاكسين ما فاكسيني ما والو. فاكسين ما عندهاش كارنيت. تبارك الله. الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك. الله يحفظك. والرقم ديالك يا اخي؟ 06 20 97 16 39. هذا هو الرقم ديال الاخ وانتم كتشوفوا سلالة الهاسكي. واللي عجباتو يتواصل معاه مباشرة. الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك. السلام عليكم اخي. واش من سلالة عندك هنايا؟ سلالة المالينوا. عام 4 شهور. تكير. كارنيت فاكسان. كارنيت فاكسان والثمن ديالو؟ 1500 درهم. هانتوما كتشوفوا السلاح. كاركتر ترافاي. هانتوما كتشوفوا السلاح 1500 درهم والرقم ديالك اخي؟ 06 04 اييه 84 67 76. الرقم ديال الاخ اللي عجبته هاد السلعه يتواصل معاه مباشره راه تكير. 1500 درهم ياك اخي. الله يحفظك اخي بارك الله فيك. السلام عليكم اخي. واش من سلاله عندك هنايا؟ الهاسكي. ها هو الهاسكي ديال الاخ. ذكر ولا نتوما؟ نتيما. السن ديالها؟ 8 شهور. 8 شهور. كارنيت فاكسان؟ كاين كل اه كلشي ناضي كارنيت فاكسان. وبالنسبه للثمن؟ 1500 درهم. هانتوما كتشوفوا البياسة. اللي بغى شي حاجة خويا، اللي بغى شي حاجة راه الدراري قال لك عندهم مادريساج وعندهم المالينوا والسلالات اللي عندكم. شنو البياسات ناضية؟ عندهم شي بياسات ناضية ديال المالينوا في ديكري ياك. اللي بغى الدريساج راه عند الإخوان نخليو لكم الرقم ديالهم. شحال الرقم أخي؟ 06 15 36 45 17. هذا هو الرقم ديال الأخ اللي بغى الهاسكي. 15 06 15 36 36 45 17 45 17. هو تواصلوا معاه مباشرة فيها الواتساب. كاين واتساب. رفعت الواتساب. شكرا لك اخي بارك الله فيك. واللي بغى شي بياسه راه عندهم حتى المالينوا. ادخلوا عندهم الواتساب يلوحوا لكم التصاور ياك، يلوحوا لكم التصاور لعيبات وتواصلوا معاكم مباشره ان شاء الله. الله يحفظك اخي. ما كتهبطش هنايا. الله يحفظك اخي بارك الله فيك. الله يحفظك تبارك الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم اخي. واش من سلالة عندك هنا؟ فيرجي دو ميكاس. عندي وليدات. وعندك وليدات ديال المالينوا. وبالنسبه للثمن ديالو؟ 800 درهم. شحال عنده في السن؟ عنده شي شهر ونص. شهر ونص مفطوم؟ مفطوم. والرقم ديالو؟ 06 49 اييه 81 81 73 37 37. الله يحفظك يا اخي. وكاينين هاد السلعه اخرى. اش من سلاله؟ لا هما براجه. حتى هما براجه. السن ديالهم؟ عندهم شي شهر ما كملش الشهر. الثمن ديالهم قلت لي اخي؟ الثمن ديالهم هو 1000 درهم. 1000 درهم؟ السلعه راه 1000 درهم لا راس الاولى. الله يحفظك يا اخي بارك الله فيك. الله يحفظك يا عشيري. السلام عليكم اخي. اش من سلاله هنا عندكم؟ بيرجي المون. بيرجي المون كاري؟ لا لا لاكاس ياك. والثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم 1500 درهم. بلا ورقه بلا والو. 1500 درهم. هانتوما صورهم لكم يمشي بهم مزيان. شحال عندهم في السن؟ 45 45 مفطومين ياك؟ مفطومين. والرقم والرقم ديالك اخي؟ 06 54 اييه 85 64 40. الله يحفظك اخي. اللي عجبتك جات البياسه تتواصل معاه مباشره. ها هما السلعه كتشوفوها. الله يحفظك اخي. الله يسهل امرك. السلام عليكم اخواني. الله يحفظكم. واش من سلاله عندكم اليوم؟ سلاله المالينوا. سلاله المالينوا شاربوني. هاي السلعه ديالهم. شحال عندهم في السن؟ شهرين. شهرين 10 ايام. شهرين 10 ايام. شهر 10 ايام. شهر 10 ايام. والثمن؟ الثمن 1500 درهم. 1500 درهم. هما البياسات وهادو تاهما عند الاخوان. مالينوا حرة. مالينوا حرة عند الاخ. هانتم كتشوفوا شاربوني بياسه شاربوني. وهما ديال الاخوة قادر هما اللي جايلهم السلعة. خليو الله يحفظك اخ. خليونا الرقم ديالكم. شحال الرقم؟ 06 اييه 64 اييه 44 93 18. المهم اللي عجبتو هاد البياسات راه عندهم شي شهر و10 ايام ياك.
تقريبا. الله يحفظكم. الثمن ديالهم والثمن ديالهم 1500 درهم. مرحبا نتفاهموا ويتفاهم معكم في الثمن. الاخ ورا الرقم في الفيديو في الواتساب بكل. مرحبا اخي، شكرا لكم، تحيه لكم. وايا زناش من سلاله اخي، هذا شاو شاو، هذا شاو شاو لا كيطا ميكسي. وهنايا امريكا المالين و امريكا. وبالنسبه للسن ديالهم عندهم شهرين، قل شي حاجه قليله، 40 يوم. 40 يوم والثمن ديالهم الله يحفظك. مرحبا اخي، الله يحفظك. المالين و 1400. وهنايا السلوكيدا فونتير، شحال ثمنه؟ 800 درهم. الله يحفظك. عندك الرقم، تعطينا الرقم. شحال الرقم؟ 0 6 76 41 41 40 48. 48. الله يحفظك اخي، اللي عجبك السلعه تواصل مع الاخ مباشره. الله يحفظك اخي، بارك الله فيك. راه كاين زحام، راه انتم كتشوفوا التصوير ديالي. الله يحفظك. صحيح، اش من سلالة هذا؟ الريد نوز. والثمن ديالو؟ الثمن ديالو 1500. شحال عنده في السن؟ عنده 9 شهور. كامل دماغ ساعه، كلشي مريقل. ها هو راجل الاخ، راه تبارك الله كليين زوين، راه ضخم. اش كتعطيه في الماكله؟ اش كتعطيه في الماكله؟ كاسر كاسر رجلين كروكات كروكات مخلط ياك مولبو كاع الماكله. والله مره مره هذا كان معطر ولا شي حاجه، هذاك الشيء كديباني فهمت. هما الماكله هي كلشي، داكشي اللي كاين. الله يحفظكم اخي، بارك الله فيك. السلام عليكم اخي، اش من سلاله عندك هنا؟ البيرجي. غاتبينوا لينا وقف الله يرضي عليك. بيرجي كاري. شحال الثمن ديالو؟ 1000. 1000 درهم. شحال عنده في السن؟ 17. 15. السلام عليكم اخي، صافا بخير هاني. الله يحفظك. عنده 5 شهور ذكر. كارني دفاكسان شهر ذكر. نتوا. وشحال الثمن؟ 1000 درهم. والنمرة ديالو؟ 76 50 84 62 63 53. المهم اللي عجبو هاد بيرجي كاري راه النمرة في الفيديو، واتصلوا بالاخ اللي عجبكم هاد التكير هذا. الله يحفظك اخي. صحيب اش من سلالة هنايا؟ بيرجي المو مالينوا. والثمن؟ شحال المالينوا؟ 1500 درهم. فاكسين لا؟ فاكسين. والبيرجي؟ بيرجي نشوي. بيرجي شحال كمان؟ 2000 درهم. كارني فاكسا؟ كارني فاكسا. شحال عنده في السن؟ عنده عامين ونص. والمالينوا؟ المالينوا 3 شهور. المالينوا 3 شهور والبيرجي عنده عامين ونص. فايت فايت والد ولا فايت فايت والد؟ الله يحفظك اخي، بارك الله فيك، شكرا لك. تخليوا الرقم؟ خلي الرقم ديالك؟ ماشي مشكل، ما باش خلي الرقم ماشي مشكل، المهم تولعوا معنا. الله يحفظك اخي، بارك الله فيك. الله يحفظكم الشباب، تحيه لك. تحيه لكم انتوما، الله يعاونكم.